بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وإنما قل فأوفى خير مما كثر وألهى. عقدت النية على شراء سيارة عائلية، ولأنني غير متابع لسوق السيارات احترت أي نوع أشتري، ووجدت أن الخيارات أمامي كثيرة، فقلت في نفسي لعله من المناسب استشارة من حولي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، إلا أنني وجدت أن الآراء تكون نتيجة لتجربة كل شخص، فلا يكاد أن يجتمع شخصان على رأي واحد، فمنهم من يرى أن السيارة اقتصادية في صرفية الوقود، يرى الآخر أن تسارعها ضعيف، ومن يرى أنها قوية ومخصصة للعائلة يرى آخر أن فرص إعادة البيع ضعيفة عندنا في السلطنة، وهكذا. فقررت أن أضع استراتيجية مستقلة أستطيع من خلالها حصر خياراتي في سيارة واحدة. لا بد من معرفة أن عملية اتخاذ القرار هي في الأصل آخر خطوة يجب اتخاذها بعد عدة خطوات. لأتوصل إلى قرار سليم وجب علي الإحاطة بكل ما يتعلق بموضوع القرار، فبدأت بتجميع المعلومات عن الموضوع، ولعلني هنا سلكت طريقة وضع أسئلة محددة. مثلا، لماذا أحتاج هذه السيارة؟ لكم شخص تتسع؟ ما هي الميزات الداخلية التي يجب أن تتوفر بها؟ هل سأستخدمها لرحلات جبلية صحراوية نائية أو ما يسمى الأوفرود؟ كم من السنين التي أتوقع أن أستخدم السيارة فيها؟ وغيرها الكثير من الأسئلة. بعد ذلك كان علي أن أقارن بين الخيارات المتوفرة أمامي. في هذه المرحلة استعنت بالوسائل الرقمية، حيث يوجد الكثير من المواقع المتخصصة التي يمكن أن توفر المعلومات عن السيارات التي تحب أن تخضعها للمقارنة، حيث أنني لم أمتلك الوقت لزيارة كل الوكلاء الموجودين عندنا في الصين. نستطيع الذهاب إلى محرك البحث جوجل، نختار الكار كومبارزن، يعطيني كثير من المواقع اللي تقدم مثل هذه الخدمة. اختصارا للوقت، أنا راح أدخل على الموقع الأول وأقارن بين سيارتين اللي هي السوبربان واليوكن دينالي. راح أختار هنا السيارة الأولى الموديل 2020 مثلا، راح أختار نوعية السيارة اللي هي الشفرلي والموديل اللي هو السوبربان، وأختار النوع اللي هو الأول الموست بابيولر، أعمل آد للفيكلز، أختار الفيكلز الثاني 2020، راح أختار الجي أم سي الموديل اليوكن اكسل، واختار الدينالي ايضا الموست بابيولر. الاحظ انه اعطاني في البداية صورتين للسيارتين على اساس اني استطيع ان اتعرف على الشكل الخارجي. يعطيني هنا البرايسنج الاسعار، يعطيني هنا المقارنة ما بين المواصفات الداخلية، ايضا يعطيني هنا تقييم المستخدمين، يعطيني هنا الضمان،
يعطيني هنا الفيتشرز اللي هي المواصفات الداخلية، يعطيني هنا المواصفات السبيسيفيكيشن، الفيول ايكونومي اللي هي استهلاك الوقود، دايمنشن الأبعاد، وغيرها من المعلومات اللي ممكن الحصول عليها من هذا الموقع. وبعد اتضاح الرؤية والاستقرار على نوع السيارة التي حققت متطلباتي، أحببت أن أتأكد من عدم وجود عقبات لعملية الشراء، كالميزانية المرصودة لشراء السيارة مثلا. هل يوجد وكيل محلي لهذه السيارة عندنا في السلطنة؟ هل هناك ورش للصيانة متوفرة في المكان الذي أسكن فيه؟ وبعد وضع الحلول لمثل هذه العقبات، اتخذت قراري بعد التوكل على الله. كل ما سبق هي خطوات يجب اتخاذها قبل إقرار أي قرار، ولكن يبقى أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ليسبب له الأسباب ويوفقه ويهديه إلى الصواب. فالنظرة البشرية وإن كانت شمولية تبقى قاصرة، وتوفيق الله يجبر قصورها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا، وصلوا وسلموا على خير الأنام ومصباح الظلام محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.